بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما أعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربنا صغارا. اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذرياتهم أجمعين وآبائي وأمهات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولمن قال آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضاك تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواطن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وامانك واجر به عليهم لطائف برك واحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سائف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المضجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحنين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشرمته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فيها مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فيها راعين أفضل ما جازيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم ذلهم أضعاف ما كانوا يظلموننا وانظر إليهم بعين رحمتك ما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك فيما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرونا فيه من حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلامات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلاء لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم
أعطيتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل له منا حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقنا بذلك حبا ولا تجعل علينا من ذنوبنا ذنوبا. اللهم كما سولتهم بنا في الحياة فسولهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما يضرهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر إذا سرى الصلاح بأبناء الصلاح ولا توقفهم منا على موقف الافتراح بما نجترح من سوء الاجتراح. اللهم وما تلوناه من تلاوة فزكيتها وما صلينا صلاة فتقبلها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظ وقسمهم منا أجزل من أقسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا. فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقول الأشهاد واسمعهم منا وطيب النداء يوم التناد واجعلهم من أربط الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا